معايا عبر الهاتف الآن الأستاذ أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك. مليون مبروك أستاذ أحمد، هذا الانتصار المستحق جدا لنادي الزمالك هذا الموسم. الله يخلي حضرتك أستاذ كريم، تحياتي لحضرتك وللمشاهدين. طيب قبل ما أبارك لك ونفرح معاك بالزمالك هذا الموسم الرائع، طمنا الأول على صحتك، ده الأهم. الحمد لله. يعني هو انا عندي مشكله في الدم، فبيجي لي جلطات متكرره، فان شاء الله يعني بعمل فحوصات وان شاء الله اروح اشوف الحل ليه. بس الحاله دلوقتي كويسه، انا شايفك النهارده في الملعب كل النشاط الممكن. الحمد لله. اعتقد الزمالك رجع لك الفرحه ورجع لك كل حاجه. صحيح صحيح الحمد لله. طيب قول لي بقى، الموسم ده هو موسم صعب جدا، وانا بدات بالجماهير عشان الجماهير فعلا هي بطل المشهد الاول. جماهير نادي الزمالك تحملت كل الظروف الصعبه، تغيرات اداريه، تغيرات فنيه، لاعبين بيرحلوا عن الفريق في وقت صعب، ورغم كده جماهير نادي الزمالك طول الوقت في الميعاد وكانت بتساند الاداره اللي اتخذت قرارات حاسمه جدا وحازمه جدا هذا الموسم برحيل لاعبين مهمين. بص انا بدخل نادي الزمالك من سنه 88 تقريبا. يعني من وانا صغير. فعندي خبره في نادي الزمالك. انا بشوف ان احلى حاجه في نادي الزمالك هي جمهور. جمهور عانى كتير، يعني عذاب ساعات في ماتشات، بشوف زعل لكن بشوف فرحه وانتصارات. فالجمهور اللي دايما في ظهرك في كل المواقف ده جمهور يستحق ان احنا نشتغل له يعني بدمنا وعرقنا، يعني فعلا جمهور محترم. صحيح. نادي الزمالك عانى فترة كانت صعبة، سنة كانت صعبة، خرجنا فيها بأقل الخسائر. يمكن مستشار مرتضى كان سايب النادي واقف على رجله، في لعيبة في فلوس. الحمد لله ما استلمنا، كان الوضع صعب شوية، لكن الحمد لله قدرنا إن احنا بشغل الناس كلها، بشغل الموظفين والعمال والإداريين، كل واحد في مكانه يشتغل، ربنا بيدينا. صحيح. فالحمد لله يعني ربنا رزقنا بالبطولات دي السنة دي. يمكن احنا واخدين كل البطولات في كل الالعاب ما عدا السله. فالحمد لله يعني انا بحمد ربنا. طيب انا سؤالي اللي جاي ليك، وانا قلته امبارح ان واحده من العلامات الفارقه جدا في موسم الزمالك السنه دي هو قرارات مجلس اداره نادي الزمالك بالموافقه على الاستغناء عن بعض اللاعبين او عدم التجديد ليهم، وده كان قرار على فكره المبادئ وعلى فكره انه نادي الزمالك اكبر من اي لاعب، واعتقد ده كان ليه جزء كبير جدا من فوز الزمالك واراده اللاعبين اللي كانوا متواجدين ان هم يقدروا يكسبوا السنه دي. الحمد لله. صحيح، اعتقد ان القرار ده كان قرار فاصل وحاسم في ان تكون اللعيبه كمان الموجوده تاخد دفعه ان نادي الزمالك ما بيقفش على حد. دي رساله للعيبه اللي كملت معانا قبل اللعيبه اللي مشي. ايوه. وده اداهم دفعه ان نادي الزمالك اعتمد عليهم وهم كانوا قد المسؤوليه. قرار كان مهم جدا من مجلس الاداره. يعني مستشار مرتضى يعني، ودي ده بقى اللي بيفرق، ما يكون رئيس نادي عنده حزم و يعني بياخد القرار الصح، ممكن ناس كتير اعترضت عليه يعني. صحيح. لكن هو تحمل المسؤوليه واصدر القرار ده. بس اقول لك حاجه بصراحه شديده، انا من النوادي ان انا اشوف انه جماهير نادي الزمالك كمان بتدعم قرارات مجلس الاداره. صح. حتى صح. القرارات الصعبه دي، وانا شفت ده بعينيا حتى على السوشيال. صح. ميديا وعلى في المدرجات كمان جماهير نادي الزمالك، رغم انه اللعيبه اللي مشيت لعيبه كبيره واسماء كبيره وتاريخيه في نادي الزمالك، ورغم كده جماهير الزمالك كانت بتدعم جدا. لا هو ده تحول عندنا كلنا بصراحه. صحيح. ويمكن جمهور نادي الزمالك لما عمل كده، عشان كده انا شكرته اول واحد. صحيح. ادانا قوه وان احنا نكمل في اللي احنا فيه. ومش عايز انسى امين مرتضى بصراحه، لان كان الوضع صعب في بدايه الموسم، وكان يعني كانت يعني كنا بنحاول نخرج باقل الخسائر، لكن هو قدر ان هو يحول المساله تماما. اللعيبه ما كانتش خدت مستحقات، كانت صفر مستحقات من بدايه الموسم. استلام النادي كان النادي فيه تقريبا مليون جنيه حاجه كده. النهارده احنا سددنا للعيبه دي حوالي 200 مليون. سددنا لبقيه الالعاب حوالي 120 مليون. سددنا بعض المدينات كانت علينا، قفلنا الملفات اللي كانت في الصيف، قفلنا تقريبا معظمها، اختصرنا الملفات اللي كانوا بيقولوا 3 مليار علينا مديونيه. تقريبا يعني حوالي 300 400 مليون قدرنا نسددهم، يعني الحمد لله كفتوا. فاضل حاجات بسيطة في الفيفا. صح. الورقة الأهم السنة دي، الورقة المهمة جدا، هي عودة فيريرا. لو فيريرا نجح السنة دي وعمل أداء رائع جدا مع الزمالك وقدر يلم الفرقة وقدر يشتغل في الظروف الصعبة، فبرضه الإدارة هي اللي اختارت فيريرا، ويجي فيريرا في الوقت الصعب ده
ويمكن كان ناس كتير قوي مش متعشمه في الموسم ده، ورغم كده طلع بكل حاجه من الموسم. صحيح. لا هو الراجل ده انا بعتبر ان هو من اهم المدربين اللي دخلوا مصر. ويمكن انا بدعو ان يعني انا شايف ان ليه ما نستفدش بالراجل ده ويعمل محاضرات للمدربين الصغيرين لان الراجل ده اثبت. انا دايما كنت بشوفه وانا عندي خبره معايا يعني. كان بيلعب 4-3 في نص الملعب واثنين واحد. يعني 4-3 في نص الملعب واثنين على اجنحه وواحد مهاجم. الراجل ده شاف ان الوضع مختلف او بيلعب النهارده 3-5-2 صحيح، او بيلعب بيغير في الخطط بتاعته صحيح، او 3-4 يعني بيغير في حسب عنده مرونه، عنده مرونه تكتيكيه، عنده مرونه تكتيكيه صحيح. فالراجل ده لا الواحد يتعلم منه صحيح. النهارده الطريقه اتغيرت، امين مرتضى كنت قاعد معاه فبيكلمني ان هو هيجيب له بحيث يقدر يلعب بالخطتين اللي هي 3-4-3 و 4-3-2-1. فخلاص اصبح وفي عدم اعتماد على اللعيبه الكبار، ما عادش في اسامي اي حد يقدر يقعده. النهارده شفنا بس يعني طلع بن شرقي وطلع فيجو صحيح. بس يعني عارف يا استاذ احمد، بما انك انت انت برضه لازم تقعد مع الجهاز الفني وتعرف هو ناوي يلعب بطريقه ايه جايه. هديك مثال، يعني انت لو هتلعب بثلاث مدافعين مش هتلعب باثنين مدافعين اثنين مساكين، فانت كده هتحتاج تعمل صفقات تزود فيها المدافعين. لو هتلعب صحيح. اربعه السنه الجايه فانت ممكن ما تزودش مدافعين قوي، فاكيد الراجل هيقعد معاك ويتكلم معاكم في هذا الامر. بص هو يمكن ممكن يبان له ان الناس ان زي ما بيقولوا عزبه وترويس ومش عارف ايه، لكن احنا مش شغالين كده، شغالين بشكل مؤسسي. الدليل ان انا ما اعرفش اسامي اللعيب اللي امير مرتضى جابها. انا راجل بشتغل في ملف، بركز في الملف بتاعي. يعني انت بتحرق لي السؤال اللي جاي. يعني انا ما سالكش على اللعيب. ان اداره الكوره ماشيه بشكل مؤسسي، في مشرف عام على الكوره بينسق مع المدير الفني وبينسق مع الاداره وبيعمل تواصل. والاداره بتتعامل، عندنا مشرف على الكوره من قبل مجلس الاداره اللي هو كابتن جمال عبد الحميد، والمستشار مرتضى تعامل مباشر. فيمكن ده سر النجاح ان احنا ما نعرفش اسامي الصفقات. يعني صحيح. انا اقسم بالله ما اعرفش اسامي الصفقات غير من حوالي 6 ايام او 5 ايام. يعني عرفت الصفقتين اللي هم اعلنوا عنهم، بس ما قاليش حد تاني، بس كده اللي هو ابراهيم انداي وزكريا الوردي، هم دول بس. وده نجاح. انا بعتبر مش عايز اعرف انا. بس ما قريت الاسمين دول قلت اسال المشرف على الكوره هل الاسامي دي حقيقيه. يعني الحمد لله ان احنا ماشيين بالشكل ده. النجاح يعني انت ما تعرفش حاجه عن عبد الله السعيد؟ لا والله ما تعرفش حاجه عن صفقه عبد الله السعيد؟ والله ما اعرف. طيب. بس يعني عبد الله السعيد لو يجي، انا من اللعيبه اللي انا بعتبرهم من افضل اللعيبه في مصر. انا يعني بشوف افضل 3 لعيبه في مصر من ضمنهم عبد الله السعيد. يعني انا اتشرف. انا طيب كنت حطيته قبل كده وكان جاي نادي الزمالك، لكن حصلت الظروف اللي احنا عارفينها. لكن اتمنى ان هو يبقى موجود. يعني حاجه ما يعني ده يعني اتشرف بيها، لعيب محترم وملتزم ولعيب كبير يعني. طبعا. طيب بالنسبه لفريرا، هل في كلام عن تجديد التعاقد ولا الامور دي معلقه؟ انا اعتقد ان هو اصلا بجد يعني اعتقد هو في موسم تاني. هو في موسم تاني، انا اقصد هو كده كده اوريدي عنده موسم تاني. هل هيبقى في تجديد اكتر من كده مبكرا، ولا هنستكفي بالموسم ده لحد ما تشوف هتعملي بعد كده؟ اعتقد ان هو هيكون متواجد، لانه هو يعني هيكون جزء من نادي الزمالك ومن تاريخ نادي الزمالك. احنا بنتشرف بيه وان شاء الله نستكمل معاه النجاحات. هل بلغكم ان هو حابب انه يعتزل في نادي الزمالك، يعتزل التدريب في نادي الزمالك؟ هو دايما كان زمان بيكلمني ان هو حب نادي الزمالك، جمهور نادي الزمالك، وعايز يكون جزء من نادي الزمالك. فاعتقد الظروف مواتيه، ودينا شايفين العلاقه الجيده اللي بينه وبين رئيس النادي، واصبحت علاقه قويه جدا. اي حد هيفيد نادي الزمالك احنا كاداره واحنا كاسره مرتضى منصور يعني هنشيله على راسنا. عظيم. طول ما احنا بندي نادي الزمالك وحد بيدي نادي الزمالك احنا هيكون جزء مننا. صحيح. زيزو مستمر مع نادي الزمالك الموسم الجاي؟ ان شاء الله باذن الله. طيب اخر حاجه هسالك عنها هو شيكابالا. شيكابالا السنه دي عمل دور بجانب دوره التاريخي مع نادي الزمالك كلاعب من امهر اللاعبين اللي جم في تاريخ نادي الزمالك، بس عمل دور القائد بمثاليه، فكان موجود بره الملعب اهم كمان من جوه الملعب، وان كان جوه الملعب كان كل ظهور ليه كان ظهور مؤثر. يعني زي ما قلت لحضرتك اي حد بيفيد نادي الزمالك هيفضل مستمر فيه. وشيكابالا جزء من نادي الزمالك، ابن من ابناء النادي، اللي كان مش مجرد مهاره بس،
اصبح مهاره وعدد كبير من البطولات. يعني انا شايف المستشار المعتاد بيبوس جوزوالدو فيا ما بيحضنش حد حضن المستشار المعتاد او في التلفزيون. صحيح. شيكابالا وده اللي بيميز نادي الزمالك عن انديه كتير. نادي الزمالك بيقف جنب ولاده. نادي الزمالك لما يرجع شيكابالا ما كانش في حالته شيكابالا النهارده. لكن وقف جنب واحد من ولاده وهو كان قد المسؤوليه وليه دور كبير جدا سواء داخل الملعب او خارج الملعب. بالتاكيد. اتمنى ان الفتره الجايه شيكابالا يكون يضيف لرصيده. عندنا السنه دي يعني كم شهر جايين دول عندنا حوالي 3 بطولات، عندنا كاس مصر اللي هو الموسم الحالي، وعندنا كاس السوبر المصري، وعندنا بطوله قطر. صحيح. اللي هي اللي تقام في قطر، السوبر المصري السعودي. اتمنى ان شاء الله نحصل على 3 بطولات ونستكمل دورنا في الدوري وافريقيا ان شاء الله. استاذ احمد مرتضى انا بهنيك على فوز الزمالك بالدوري، فوز مستحق جدا، وبشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. استاذ احمد مرتضى منصور عضو مجلس اداره نادي الزمالك.